بعد 3 أسابيع من الحظر الشامل للتجول في العاصمة بغداد، قررت السلطات هنا رفع الحظر جزئياً من الساعة 5 صباحاً إلى 6 مساءً بقيود صارمة يعاقب من يخرقها بغرامة مالية. فلا تجمعات عشائرية ولا دينية أو حتى اجتماعية. بكل صراحة عدم الالتزام يعني التفشي. بكل صراحة أنا أتكلم من خلال فضائيتكم لكل شخص يسمعني ويشوفني، لا بد أن يكون الجميع على قدر المسؤولية. اللي ما راح يلتزم هو راح يشكل خطر، مو بس على نفسه، خطر على أسرته وجيرانه وزملائه والمجتمع ككل. المشكلة بهذا الفيروس أنه الشخص اللي ما يلتزم مو فقط يشكل خطر على نفسه بل يشكل خطر على الجميع، فعدم الالتزام يعني التفشي. الشارع البغدادي انقسم بين مؤيد لهذا القرار بداعي عودة الحياة إلى طبيعتها ولو بشكل جزئي، وآخرين رافضين خشية من ارتفاع أعداد المصابين بعد تسجيل العراق آلاف الإصابات في الأيام الماضية ضمن الحظر الشامل للتجول. أنا مع هذا القرار لأنه غالبية الناس تريد تعيش، وسائل العيش مالتها كلها برا خلال البيع والشراء والانتقال. تم نفذ حظر التجوال والإصابة تزيد يوميا، نسمع بالأخبار 500 600 700 وصل للألف إصابة، وانت فارض الحظر علي من فارضه بعد؟ أفتح الحظر، أخلي شروط، أساعد العالم مع الحظر الجزئي حتى الطبقة الفقيرة تشتغل. احنا مع الحظر الكامل إذا العالم التزمت بالكمامات والكفوف، لأن هاي سلامتهم، يعني سلامة المواطن كله. بحسب إحصائيات وزارة الصحة يرقد أكثر من 11,000 مصاب بكورونا في عموم مستشفيات العراق، وهذا العدد يتجاوز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ما ينذر بخطر يهدد النظام الصحي في البلاد في حال استمرت أعداد الإصابات بالزيادة. سامر الكبيسي، العربية، بغداد.